أهلا بكم. خليفة حفتر الذي عرف طويلا باللواء المتقاعد أطل إلى الساحة السياسية الليبية ابان ما سمي بثورة شباط فبراير عام 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي، لكن لقصته بداية. عام 1969 كان رفيق معمر القذافي في انقلابه على إدريس السنوسي وإنهاء 18 عاما من الملكية. بعد بروز نجم حفتر وصل محطة لا يستطيع محوها من ذاكرة الليبيين، هي الحرب مع تشاد عام 87 عندما انهزم في معركة وادي أبو الدوم وسلم نفسه للأسر إلى جانب 300 من جنوده. كانت نتائج تلك الحرب كارثية، خسرت ليبيا يومها آلاف الجنود وتخلى القذافي على إثرها عن دعم جيشه هناك. لحظة التخلي تلك دفعت حفتر للقفز إلى القارب الغربي، حيث تردد أنه بعدما حررته قوات أمريكية ومنحته واشنطن اللجوء السياسي ارتبط بعلاقات قوية مع بعض الدوائر السياسية والاستخباراتية الغربية ولا سيما السي آي إي. في عام 2011 حارب إلى جانب جماعات المعارضة قبل أن يتحول إلى عدو لدود لها. عام 2014 سارت الأمور لمصلحته بعد تشابك المشهد الليبي، فتشكلت قوى ليبية بقيادته سميت الجيش الليبي، عملت تحت شعار مكافحة الإرهاب، وشن حفتر حربه على حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس المعترف بها دولياً. حرب جرت بدعم إقليمي حاول خلالها السيطرة على طرابلس بعدما سيطر على الشرق الليبي، لكنه عام 2019 اصطدم بإدانة أممية ودعم عسكري تركي لحكومة طرابلس، فكان الطريق عام 2021 إلى عملية سلام أنهت سنوات الفوضى وأعادت للرجل في أواخر عقده السابع حلمه بالجلوس على كرسي القذافي، فابتعد عن مهامه العسكرية استعداداً للانتخابات الرئاسية.